نجوى كرم best selling recording artist fashion icon a very interesting person مسير انه جبتينا لعندك على البيت بيتك رائع كثير حلو كنت بدبي مؤخرا لـ World of Fashion وكمان حضرت عرض لكولاج براند خبرينا اكثر شو رايك في العرض العرض مجنون مثل اللي عمله انا بنعته بالجنون واذا ما كان في الابداع فيه لمسه جنون بيكون في شيء فيه شيء ناقص تعودنا يمكن بعض المطارح على الأشياء التقليدية وبتعرف اليوم السيدة العربية صارت رمز للموضة ورمز للجمال بكل العالم والاطلاع على الموضة بالعالم العربي صار أسرع من أنه يحضر المصمم الأزياء من موسم لموسم صارت دايماً على نار لأنها دايماً تكون جاهزة بجمالها وبترتيبها وبأناقتها فمضطر المصمم الأزياء أنه يكون عنده النوع من اللمسات الجنونية لحتى يكون حاضر حتى لو الوقت داهمه وهذا الشيء اللي لازم يلحقه المصمم الأزياء وهذا الشيء بعرفه عن نيكولا يلي أنا مؤخراً عم بتعمل معه ولكن طبعاً بعرفه معرفة قديمة من خلال التلفزيون من خلال الأزياء والحلوة والرائعة يلي كانت تشوفها خبرينا كيف بلش هذا التعاون أول شيء بلش بحب من بعض المحبين انه يكون في تعاون منو اكيد بدي اذكره بسام فتوح يلي كان كثير عنده امنيه كبيره انه نتلاقى وصار اللقاء باول كليب يلي هو كان على الصخره بنيت المكتب خبرينا عن الفستان الابيض اللي حكي عنه كل العالم اول شيء حكيت عنه انا قبل شفت مجموعه فساتين ولكن كلنا سوا لما قست الفستان الابيض كنا متوقعين انه يكون اختيار على هذا الفستان غير انه القصير الاحمر يلي كثير ناس استغربوه واوقات الغرابه بحبوها الناس وغير انه التقم السموكينج كمان كان بستايل يلي انا شويه كمان بليق بمعني لك اي شويه كثير حلو شويه فكان مزيج من ازياء نيكولا جبران على كل الاصعده نجوى كرم شكرا على استضافتكم لنا بمنزلك ثانك يو سو ماتش انا بدي اشكركم بدي اشكر كل انسان بحاول يفتش عن جمال بلده ليبرزه للناس وبقول لنيكولا جبران انا بشكرك لانك فتحت لي الفرصه تكون بحلقه تحكي فيها عن الجمال